السلام عليكم اعزائي ومرحبا بكم في قناه فرح باشا. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك، ولكن ماشي من تقديم ديالي انا، من تقديم الاخت ديالي مريم. شنو الكيك اللي غادي تقدمي لينا اليوم؟ اذا مرحبا بكم اعزائي الكرام. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي هو سهل وبسيط، بمكونات بسيطه ومتوفره في كل بيت. هاد الكيك اللي غادي يكون متكون من جوج ديال الطبقات، والطبقه الثانيه اللي غادي نستعملوا فيها ان شاء الله الحليب مع بودره ديال الفلون شوكولا والمايزينا وسنيدة. اذا نبداو على بركه الله. غادي نستعمل اول حاجه، غادي ناخذ 4 ديال البيضات كاملين كما كتشوفوا معايا، كاين بنه مزيان. بالنسبه لهذا الكيك يعني ساهل وبمقادير جد بسيطه والمذاق هائل. من بعد ما مزجت البيضات اللي عندي، غادي نضيف لهم كاس ديال الزيت، زيت المائده متوفره في كل بيت. غادي نضيف كاس من سكر حبيبات او سكر سنيده، كاس كما كتلاحظوا معايا، كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيده. غادي ندخل الخليط ديالي مزيان تيتجانسو المكونات اللي فيه. ثم غادي نضيف كاس ديال العصير ديال الحامض، غير كاشاره بسيطه هاد الكاس ديال العصير ديال الحامض ممكن تعوضوه بالكاس ديال العصير ديال البرتقال اللي هو متوفر. غادي نضيف ساشي واحد ديال الفاني، ممكن كذلك تستعملوا بالقشور ديال الحامض، كيعطي يعني اللي كيعجبو ديك لاغوم ديال القشور ديال الحامض. وغادي نضيف الدقيق شيئا فشيئا حتى يتجانس لي الخليط ونحصل على القوام ديال الكيك العادي اللي كنستعملو في اي بيت مغربي. نخلط بهذه الطريقه. كان 300 غرام قلت ديال الدقيق، وممكن نعوضها بثلاثة ديال الكؤوس ديال العنبة أو ثلاثة ديال الكؤوس والنصف على حساب الدقيق اللي عندكم متوفر حتى نحصل على قوام جيد. غادي نضيف الدقيق الأثناء، غادي نضيف ثلاثة ديال الساشيات ديال بيكنج باودر أو ما يعرف بخميرة ديال الحلويات، ثلاثة ديال الساشيات ديال 8 غرام. انا استعملت اليد ديالي باش يعني نراقب القوام ديال الكيك، ما خصهاش تكون قاصحة وما خصهاش تكون جارية كما عارفين. استعملت اليد ديالي باش نتبع القوام ديال الكيك اللي عندي كما كتشوفوا. نزيد واحد شوية ديال الدقيق. اذا حتى كملت انا الكمية ديال الدقيق اللي عندي، غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم مع العناصر اللي عندي، وغادي نخوي الكيك ديالي في المول. اذا بعد ما دهنت المول ديالي بالدقيق والزيت، ممكن تستعملوا كذلك الزبده، انا ما عنديش متوفره. خويت الخليط ديالي في هذا المول العجيب، وغادي ندخلو للفران اللي كنت شعلت من قبل على درجه حراره متوسطه لمده ديال 30-35 دقيقه على ما يصبح طازج ان شاء الله، ونتلاقاو باش نحضروا جميع الطريقه ديال الكريمه. ندوزو الان لطريقه تحضير الكريمه، واللي غادي نستعمل فيها نصف لتر ديال الحليب، ثلاثة ديال المعالق ديال المايزينا او اللي كنعرفوها بالنشا، غادي نستعملوا ساشي واحد ديال فلون شوكولا وثلاثة ديال معلقات ديال سنيده او سكر حبيبات. اذا غادي نبداو على بركه الله. اول خطوه، غادي نكب نصف لتر ديال الحليب ديالي هنايا في هاد الجبانه. غادي نستعمل ثلاثة ديال الملاعق ديال مايزينا اللي غادي نغربلهم كما كتلاحظوا معايا، ثلاثة ديال المعلقات، واحد زوج وثلاثة، غادي نغربلهم مزيان. فلون شوكولا كما قلت لكم
ساشي واحد ديال فلان شوكولا، نخربل جيدا، وغادي نضيف في الاخير ثلاثة ديال ملاعق ديال سكر سنيدة. نمزج الخليط ديالي، نخلطوا المكونات مع بعضها، وغادي نديرو في كاسرونة يطيب على نار هادئة. اذا هذا هو الخليط ديالنا، من بعد ما صفيناه مزيان باش ما كيبقاولناش دوك الحبيبات ديال المايزينا، ودرناه يطيب فوق نار متوسطة باش ينسجمنا مزيان وتعقد لنا ديك مايزينا، ونحصلوا على كريمة اللي غادي نديرو من بعد في وسط الكيك ديالنا ان شاء الله. اذا كما كتلاحظوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريمة ديالنا، كما كتشوفوا القوام ديالها، ديك مايزينا وداك الفلو كيعقدوا الكريمة. ممكن دي يعني تستعملوا بلاصه الفلون شوكولا، نستعملوا فلون فاني، فلون فخيز، نتوما على حسب يعني النكهه اللي كتفضلوا. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريمه ديالنا، غادي نخليوها تبرد على ما يطيب الكيك، وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي وطريقه التزيين ديال الكيكه. اذا بالنسبه لطريقه ديال التزيين ديال الكيك، انا غادي نستعمل ان شاء الله المربى ديال المشمش والكوك او جوز الهند. بالنسبه للمربى ديال المشمش انا كان عندي في المنزل متوفر هذا، يعني اللي كنديروا يعني كنستعملوه للاكل. غير كنصيحه بالنسبه للناس اللي متوفر عندهم هذا المربى اللي ثقيل شي شويه، كنستعملوه مع القليل من مازهر، وكنحركو شويه على نار متوسطه باش كيولي يعني على هذا القوام كيولي جاري، ونقدروا نستعملوه للتزيين ديال الكيك. اذا هذه هي الطريقه باش نحصل على مربى اللي ممكن نزين به الكيك. اذا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم من جديد. كما كتلاحظوا معنا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا هو هذا، من بعد ما سكبنا يعني داك الخليط ديالنا، داك المزيج ديال الحليب مع الفلو والمايزينا، الكريمه ديالنا كتجي على هذا الشكل، مذاق رائع. غادي نقوم انا بتزيين ديال الجوانب، والتزيين كما كتلاحظوا معايا انا غادي نزين بالمربى ديال المشمش اللي زدت طيبته مع شويه ديال مازهر، لان انا كان متوفر عندي المربى يعني اللي كان يعني كنفطروا به، انا جليته مع شويه ديال مازهر كما كتلاحظوا معنا. غادي ندهن الجوانب ديال الكيك. بالنسبه للتزيين يعني كيبقى اختياري، اللي عندكم شويه ديال المقرمشات في الدار، يعني شويه ديال الكركاع، اللوز، ولا اي حاجه ممكن تستعملوها. انا غادي نواصل يعني الجوانب ديال اللي دهنتهم بالمربى ديال المشمش، وغادي نستعمل الكوك لتزيين الجوانب على الطريقه هذه. يعني غادي نواصل التزيين بهالطريقه. انا اختاريت التزيين مربى ديال المشمش والكوك، وانتوما كيبقى الطريقه ديال التزيين اختياري باي حاجه متوفره عندكم في المنزل. اذا كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الدعم للقناه والمشاركه ديال الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. اذا الى وصفه مقبله ان شاء الله. اذا كما كتلاحظوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا بمقادير جد بسيطه كنلاحظوا كنحصلوا على كيك رائع ومتماسك. شكرا بزاف مريم على هذه الوصفه اللي شاركتي معنا، الله يخليك. الى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنساوش اشتراك، ضغط الجرس، لي لايك، وكذلك ضيفوا لينا واحد التعليق ليكون محفز لمريم باش تبقى تبان معايا في القناه ديالي. وشكرا بزاف.